هذا الفيديو سوف نشارك معكم آخر أخبار بوليود، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. تلقى سليم خان والد سلمان خان رسالة تهديد رهيبة في بندرة، وقد سجلت الشرطة مخالفة في حق مجهولين بعدما اقتل مغني الراب البنجابي الشهير مؤخرا سيدو موس على يد عدد من المهاجمين المجهولين في قريته، وقد كان ذلك بمثابة صدمة كبيرة تلقاها معجبيه والعالم بأكمله. ولم يمض وقت طويل بعد وفاته حتى انتشر مقطع فيديو لمجموعة سيدو موس التي زعمت أنها هي من قامت بقتله. كما كان من بين المهددين أيضا سلمان خان، وقد تسبب هذا الخبر لعائلته ومعجبيه حزنا وتوترا، حيث تم تشديد حراسة أمنية على منزل سلمان خان. وتشير التقارير الأخيرة إلى أنه قد تم العثور على رسالة مجهولة المصدر تحتوي على تهديدات خطيرة لكل من سلمان خان ووالده سليم خان في بندرة. ووفقا لتقارير صحيفة هندية، سجلت شرطة بندرة جريمة ضد أشخاص مجهولين، وصرحت الشرطة بأن أفراد أمن سليم خان هم من عثروا على الرسالة التي تحتوي على تهديدات، علما أن والد سلمان خان يذهب كل يوم في كل صباح للنزهة كجزء من روتينه اليومي ليأخذ فيه استراحته عادة ويجلس على نفس المقعد الذي تركه بعد مفاجأته بهذا الخبر المفزع. وتشير التقارير إلى أن الشرطة الآن تتحقق من فاعلي هذه التهديدات بين جميع سكان المنطقة المحليين، كما تجري استفسارات للسكان لتتعرف على هذه العصابة الخطيرة. وقد كان مغني الراب سيدو موس قد قتل بالرصاص بعد أيام قليلة بعدما تلقى عدة طلقات في قريته في منطقة مانسا. ومن جهة أخرى، وبعدما لاحظ الكثيرون غياب بعض المشاهير عن حفل أيفا لتوزيع الجوائز، خاصة النجم الهندي شاروخان وكاترينا كايف والتي شهد زوجها في الحفل مع والديه بدونها، وهو الأمر الذي جعل الكثيرون يتساءلون عن سبب غيابها. هذا وقد تغيب كذلك الممثل الهندي كارتيك أريان والذي كان من المفترض أن يحضر الحفل، إلا أنه للأسف فإن الأمر يرجع إلى أصابة كل من شاروخان وكاترينا كيف وكارتيك أريان ذلك بفيروس كورونا. وللإشارة، فإن هناك أخبار تقول أن الحفل الذي أقامه المخرج الهندي كارن جوهر قد كان سببا في إصابة 55 شخصا والذين تمت إصابتهم من خلال شخصية معروفة من بين الحضور.